السلام عليكم. هشرح في الفيديو دوت ايه هشرح في الفيديو دوت اكزامبل بسيط كده، الكود بسيط كده معمول، هوريكم بس في الانيشاليزيشن بيتم ازاي، و ايه تاني غير الانيشاليزيشن، وان انا ازاي ان انا بقى اعمل بولينج، يعني افضل استنى كده الفلاج لحد ما الفلاج اقرا فلاجز يعني، وبعد كده من خلالها بقى يعمل يا رايت يا ريد. تمام، فتعالوا كده نشوفهم من السلايدز. قبل بس ما اوريك الكود علشان الناس ما تسرحش مني وما تحسش ان الدنيا بهوقت، انت بالنسبه لك متوقع ايه هيبقى في الكود؟ متوقع كده اول سطرين كده هتبقى بتظبط فيهم الكلوك، واحد الكلوك لليو ارت اللي انت بتستخدمه، شوف انت بتستخدم يو ارت 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3، والكلوك الثاني بتظبط فيه الكلوك للبورت بتاع الجي بي اي او. تمام كده، كده خلصنا. طيب وبعد كده يا معلم، وبعد كده يا سيدي هتروح جاي عامل ديسيبل لمين؟ لليو ارت بتاعك. طيب حلو، وبعد ما تعمل ديسيبل هتعمل ايه؟ هتظبط البودريت في ريجسترز، انت اللي بتروح بتحسب الكلوك ديفيزورز الفاليوز بتاعت التو ريجسترز كام، صح كده زي ما شفناها في الفيديو بتاع البودريت ريجسترز. وبعد كده وروح يا معلم ظبط الكنترول ريجسترز بتاعتك اللي هو الكنترول ريجستر واللاين كنترول ريجستر. تمام كده، وبعد كده تبقى تروح بعد ما تخلص كل ده، روح يا معلم ظبط الايه، ظبط الانيبل، اعمل بقى انيبل للكلوك بتاعتك. طيب يبقى في اليو ارت اسف بتاعك، طيب في اللي هي الريجستر بتاعه الكنترول ريجستر، ماشي. طيب عايز بقى هنا كده مثلا في البدايه، مثلا قبل ما تظبط الكونفيجريشن بتاع مثلا اليو ارت، ممكن تروح تظبط الكونفيجريشن بتاعه البينز بتاعتك اللي هي كاش بي اي او بقى، روح يا عم خليها بقى ظبط لها حوار الالترناتيف سيلكت فانكشن، الالترناتيف فانكشن سيلكت، وظبط لها كنترول بورت كنترول ريجستر، وظبط لها الدايركشن، وظبط لها انها ديجيتال 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 انيبل دايركشن، وظبط لها بقى ان هي انالوج سيلكت، ظبط لها الايه الكونفيجريشن بتاعها اللي احنا شفناه قبل كده بس. فده الكونفيجريشن اللي احنا المفروض دلوقتي هنشوفه، بس مش عايزك تتخض من كثرة السطور، انت الموضوع عارفه كويس جدا، والموضوع انا واثق ان يعني باذن الله ان انت تبقى فاهمه بطريقه كبيره، بس لما بتشوف سطور الكود ايه ده؟ ايه كل ده؟ فللوهله الاولى لو ما اتخضتش تبقى انت انسان مش طبيعي يعني، فلازم تتخض، ده بشري، احساس بشري طبيعي يعني. فتعالوا كده نشوف سطور الكود. فدي كده السلايدز من سلايدز دكتور شريف حماد. بيتقال فيها ايه؟ بيقول لك هنا اسيوم ان انت بالنسبه لك الراجل عمل اسيوم لكلوك هرتز للكلوك اسف 50 ميجا هرتز، انت بالنسبه لك بتشوف هي 16 ولا 80 ولا ايه بالظبط، بتروح بتظبط البودريت على اساسها. طيب تمام، تعالوا نعمل ادي الانيشاليزيشن. الفانكشن دي المفروض ان كلها لما اجي اعمل فانكشن المين فويد مين كده void main، المفروض ان اول سطر فيها هيبقى الفانكشن دي اللي هي الايه اليو ارت انيشاليزيشن. تمام تعالوا نشوف، ادي اول حاجه سيستم كنترول يو ارت، عمل يو ارت، عمل له انيبل اهوت اللي هو كده بيعمل انيبل لي يو ارت 1. تمام، يو ارت 1 اشمعنى يو ارت 1؟ علشان هو هيستخدم البورت بي. طيب عرف منين ان هو يعمل اكتيفيت اليو ارت 1؟ اشمعنى يعني يو ارت 1؟ قلت لك تعالى نرجع للتيبل اللي هو فين؟ استنى اجيبه لك واجي لك. ادي يا عم التيبل، تعالى كده نشوف بورت بي، فين بورت بي؟ اهو بين بي 0 بين بي 1 بتشتغل على اساس ان هي يو ارت، بس يو ارت يو ار يو 1 ويو 1 وار اكس وتي اكس، يبقى هي بتشتغل على اساس ان هي كان بتشتغل في يو ارت 1. يبقى انت لو عايز تشتغل البنات اللي هي اسمها بي دي
هتروح تعمل ايه؟ هتشغل يوارت واحد، تعمل انيبل للكلوك. طيب الراجل هنا عمل ايه؟ عمل واحد، ادي ادي كده اول ريجستر كده، دي يعني عمل لها دي كده بين 0 1 2 3 4 مثلا لحد 5، فحط دي ايه؟ حط في دي واحد. تمام، يبقى كده عمل انيبل يو ارت واحد وعمل اكتيفيت اهو. طيب بعد كده، بعد ما عمل اسف وقفت، مش فاكر انا وقفت فين، بس يو ارت بي يعني، راح جاي عامل ايه؟ راح جاي عمل وصلها بالكلوك. تمام، طيب كان ممكن بعد كده يروح جاي عامل سطر كده دومي فاريبل، بحيث ان هو يتاكد ان الدنيا بقت ساتوريشن، وصلت للساتوريشن كيس يعني. ماشي، بعد كده ديسيبل اليو ارت، هو هنا بيحط زيرو، بيعمل نقطه اهوت واند. كان ممكن يكتب على طول ان هي زيرو، هو لسه في الاول خالص، لسه مش عايز يحط في اي حاجه في اي حته، بس هو حط عمل ديسيبل بس لاول بيت وساب بقيه البيتس. ماشي، بعد كده مسك الفاليو ال 50 ميجا هرتز ديت، وراح جاي حاسب لها الانتجر بود ريت والفراكشنال بود ريت لل 50 ميجا هرتز. حلو، انت تقدر بقى ايه تراجع كده الفيديوز وتشوف احنا عملنا ال 50 ميجا هرتز ازاي، ال 16 ميجا هرتز ازاي، وتعرف تعملها زي اكسرسايز كده لنفسك، تحسب الايه التو ريجسترز وتشوف الارقام، هل طلعت هي الارقام ديت ولا لا، حط فعلا الفاليوز دي ولا لا. اعملها اكسرسايز كده لنفسك، جايز تقابلك في كويز او تقابلك في ميد ترم او تقابلك في فاينل ولا حاجه. ماشي، بعد كده اليو ارت واحد، اللاين كنترول ريجستر دوت، عمل فيه ايه؟ حط فيه 7 0 7. دوت يعني ايه 0 7؟ راجع كده الريجستر وشوفه كان بيعمل ايه. فادي الريجستر، تعالوا كده نفتكر، هو دلوقتي الريجستر دوت كنا بنهتم بمين؟ بالبيت دي ودي ودي. تمام، فكنا بنحتاج ان احنا نعمل ايه؟ البيت دي كنا عايزينها بزيرو، وديت ممكن تصفرهم احنا بنستخدمهمش، فدي عايزينها زيرو عشان تبقى ستوب واحده بس. فكده اول 4 بيتس فعلا زيرو. ماشي، وبعد كده الفيفو عايزها بواحد، عايزها بواحد، وقلنا ان ده الورد لينث اللي هو عايزها تبقى 8 بيتس، ففعلا هتبقى بثلاث وحدات. فهتلاقيك ان انت حطيت اسف في زيرو زياده، ادي كده اول 4 بيتس حطهم بزيرو، فده كده هيكسا يعني، ده الرقم كده هيكسا زيرو، والثلاثة التانيين دول هتحطهم بواحدات، و واحد 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 اللي هم دولت، واخر بيت ده هتصفرها، فكده بقت ايه؟ بقت فعلا 7. ماشي، فدوت الكونفجريشن اللي هو نفسه فيه. وبعد كده نفسه بقى يعمل انيبل للكنترول ريجستر، ويخليك ان انت ايه؟ ان انت تعالوا نشوف ايه اللي هو عمله دوت من الكنترول ريجستر. طيب الكنترول ريجستر هو بعد كده هيعمل انيبل، فمنطقي ان يحط البيت دي يحط فيها واحد، و بعد كده البيتس الثانيه دي كده خلاص اول 4 بيتس، بعد كده ثاني 4 بيتس دي صفرهم، والهاي سبيد انيبل ديت فكس لها، قال لك لا انا مش عايز، انا مستكفي. وبعد كده يبقى كده دولت كده اول 8 بيتس دولت اللي هم 0 1. تمام، طيب والبيتس اللي بعد كده قال لك ان انا هشغل الديفايس بتاعي على اساس ان هو ار اكس اي وتي اكس اي في نفس ذات الوقت، هل هو ليه مطلق الحريه في كده؟ عادي، الراجل براحته، ده في ديفايس واحد. ماشي، ده كده في ديفايس ايه مثلا، الكونفيجريشن دوت لديفايس ايه. ماشي، بعد كده ظبط الالترناتيف فانكشن سيلكت والبورت كنترول ريجستر، وده بتتظبط على سطرين المفروض، والالترناتيف فانكشن سيلكت. راجع فيديو الايه البورت كنترول ريجستر لو انت مش عارف السطرين دول. وبعد كده حدد الديجيتال انيبل لبورت اف، وظبط الانالوج ان هي تبقى مش انالوج وان هي تبقى ديجيتال، بقيه الكونفيجريشن بتاع بورت بي، والمفروض ان هو يروح بقى يظبط لها ايه، يظبط لها الدايركشن ريجستر بقى وهكذا، بس هو ايه مش مكمل. كان جيبو اي او هو الراجل، بس كان حابب يوضح لك اول كام حاجه. ده ببساطه مين؟ ده الانيشاليزيشن فانكشن. تمام كده، في الفيديو الجاي باذن الله هنشوف بقى ايه ازاي نستخدم الكلام دوت في المين، ان احنا نترانسميت او نريد